على كل حال ما في مشكلة، انتوا من الليلة هتستلموا الشغل. الحتة ديك محل البهايم، هناك في الدواجن، وانتوا ممكن تمشوا تشوفوا شغلكم من الليلة. تلقوا العليقة قاعدة مع البهايم وشيلوا الجردل ذاك، جردل ذاك، امشوا حلبهم. يلا قوموا شوفوا شغلكم من حسن، قوموا على بركة الله. يعني نحن عليقة وحليب؟ ايوه عليقة وحليب. خلاص يا كان بقعد علينا احنا ذا الشغل، هم يشتغلوا ليك اللبن ده بنحلبه. يلا اللي العليقه بندال البهاي على بركه الله. نحن والله من ايدك دي لايدك دي. ابشروا ابشروا، بارك الله فيك. يلا على الشغل، على الشغل. بسم الله بسم الله. اللبن اي والله اللبن ده كان علينا نحن، والله النازل ما شربوه. احنا نسوي شنو؟ ما قال ده شغلنا الشعر. انا قلبي اباها شفت الجخص ده كيفنا ذات القمز علينا. الله يا اسيت، انا منتكل عليك عشان انت اللي بتحلب. انت تعال وادعى وض الله بتطرعه. هي بالحيل تطرع سمح بتطرعه. قتلوا شنو؟ ها قتلوا شنو؟ قتلوا شنو؟ ما ضربوا التور؟ اه اي اي بالحيل بالحيل اي والنفيسه بنت الحسن اي اي ما البقر عفصته ما وقعت فوقه بركت فوقه. هو بحلب اي هو في الدرنانة حتى انا خاطر بيرق ابتكدي هسه نقول ليش نزول ده. هوي والله الشغله دي انا بدوره وقلبي باتب. كان في محل ثاني بيشتغلوا فيه احنا نشتغل معه، كان ما في محل ثاني بيشتغلوا فيه اللي ادينا خاطرنا تب. اسي يعني نرجع له ونقول له خلاص نحن شغل الشغلانين دي خليناها. اي وشغلنا شغله ثانيه. اي يا زول هو والله انا رايته بس رقبتي ما بخاطر بقى كله كله. والله امره قربتك دي وعره ساخ ودي وعره. هذا مسوي الجردل. جردل انه مسك له مو فاضي. بنروح حالاتك ابقى علي رقبتك عشره. جاي جاي جاي. ايش؟ انتم اخوانا في شنو؟ لا لا نحن والله بصراحه كذي نحن اصلا بنحلب بقر بلدي. بلدي؟ بقركم ده صعب شويه كذي ما بينفع معانا. يعني شنو؟ اخوانا والله انا جاي انا ما تنفكتكم يا اخي، انا دلكم معي. اي لكن في شغله ثانيه ممكن نشتغل. لكن عليقه وحليب ابعدنا منه تب الله. شغله ثانيه؟ اي والله البقر ده بنقدر عليه. رايكم شنو؟ تنظف الجدار. ايش ايش اللي غادي؟ ايش عمو غادي؟ يا برطني ساكت الشغل انا مدوره. وي لا لا مدوره والله، بس العشر دقائق اللي بعدين معاك ثاني ما بشتغل فيها الشغله دي. هي 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 شنو بسوي في شنو؟ عليكم السلام. انتم منو؟ انتم منو؟ انا جداد. جدادين جابوا لنا ننظف الجدار. جدادين؟ جابوا لنا ننظف الجدار. ادخلكم هنا منو؟ الناس ديل العليقه بتاعت الدواجن الدول الماشيه، وعليقه الماشيه الدول الدواجن. خلاص يا دكتور شوف لهم اي شغل وشغلهم يا اخي. يعني انت شكلك عطفت عليهم. ايوه انا ما حكسفك، انا حشغلهم. لكن شنو؟ بس نخليهم يختموا في البيت. اوكي. اعدم لي انفقع، اعدم لي انفقع، اعدم لي انفقع.